السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله نستمر بإكمال سلسلة برنامج الهيك راس. هناك يعني بعض الأيام يصير بعض التأخيرات، بس إن شاء الله إحنا نحاول بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى إنه نكمل السلسلة الخاصة بالبرنامج. وصلنا إحنا إن شاء الله تعلمنا بالمحاضرات السابقة اللي سلسلناها ان البرنامج الهيئة مالته شلون انا انشئ بروجكشن والى اخره، وصلنا الى الراس مابر انه اني يعني وكانه نموذج الارتفاع الرقمي اللي راح استخدمه اني داخل البرنامج حتى من انت انطلق. اهم خطوه بالبرنامج انت تشتغل عليها او تبدا من انت تنطلق تعتبر نقطه الانطلاق يعني نسميها الجو اهيد بوينت هي الجي اي اس تول او نسميها الراس مابر. الراس يعني هي الخريطة الدم أو خريطة العفو نموذج الارتفاعات الرقمية اللي إحنا راح نستخدمها ضمن العمل. بس تنويه بسيط العفو حتى أن تذكرون، إحنا مثل ما نعرف إحنا نحتاج إلى نموذج تضاريس يكون دائما بالبداية إحنا يجينا 3D. المفروض شنو الخطوات اللي يسويها البرنامج حتى يشتغل عليه؟ يسوي عدة خطوات. أول شيء يبرز لك صورة واضحة عن الخريطة اللي انت نزلتها وكأنه يفصلها الى طبقات، يبين لك الطوبوغرافية مال المنطقة، يعني شنو الطوبوغرافية التفاصيل مالته، هاي منطقة خضراء، هاي يعني تعتبر منطقة صحراوية، هاي كذا، احنا نسميها تصويرية يعني. بعد ذلك الطبقة الثانية يعني يبينها لك ضمن الطبقة هذه الـ 3D Trainer Elevation طبيعة المنطقة الطوبوغرافية، هاي المنطقة مثلا تبدأ من هاي النقطة ارتفاعها مثلا 90 متر وصول لهذه النقطة ارتفاعها 70 متر وهكذا. الدور ينطي القياسات الخاصة بها، واخر شيء ينطي الديزاين للووتر شيد اللي هي اللي تهمك انت الريفر او ووتر شيد او اي شيء كان. سو احنا حتى نبدأ بالبرنامج هسه انا فاتحة البروجكشن. طبعا بما انه راح تشتغل انت بالراس مابر تنتبه العفو اهم خطوه انه انت شغلك راح تشتغله بالمترك يونت لو بالبريتش يونت حسب الوحدات اللي راح تنزلها، هاي ضروري انتبه لها. فتروح اول خطوه تروح على الاوبشن تقول هنا اليونت سيستم، تختار انا راح اشتغل على المترك يونت فاختار السيستم انفورميشن او انترناشونال المترك يونت. تمام عيني، ضروري تحدد هاي النقطه قبل ما تبلش يعني حسب الوحدات اللي انت راح تدخلها للعمليات مالتك ابتداء من نموذج الارتفاع الرقمي. سو محاضرتنا لهذا اليوم هي بخصوص الراس مابر، راح تقدر تختارها من خيارين، من الخيار الرئيسي جي اي اس تول راس مابر او من شريط الادوات السريع اللي هو راس مابر هنا. تمام عيني، هسه اختارينا. طبعا اول شيء انا حتى اجي بالبدايه حتى أجي بالبداية أشتغل وأستدعي نموذج الارتفاع الرقمي. لاحظت بعض الباحثين يروح إلى مواقع، أكو موقع من المواقع يسمونه إكوتر، يسوي نموذج الارتفاع الرقمي. أول شيء هذا النموذج في البلدان العربية ما متاح دائما، لأنه هو أصلا يحتاج دعم. فمن يفتح لك إياه يفتح لك فري سيريز ترايل لمدة يومين ثلاثة ينغلق. فأنا هيش مواقع صراحة ما أنصح بيها، لأنه مدام تكون إنه فري يعني لمدة وترايل بيها كذا وقت، إذا معناها هاي مواقع مو أمينة، ممكن الأكيورنسي والدقة مالتها بالنسبة إحنا لبلدنا مو صح. لذلك ضرورة تنتبهوا لها الموضوع. أكو بعض البرمجيات من يفتح لك بيها ترايل فترة مؤقتة، وخاصة تتعلق بالهيدرولوجي، وإحنا نعرف الهيدرولوجي يعني بصورة عامة هو موضوع معقد ومتشعب، لأنه يحتاج الدقة عالية وبالتالي نسبة الأنسيرتينيتي وعدم اليقين به جدا عالي. فأني المفروض كباحث سواء كنت طالب دراسات عليا أو باحث احتاج هذا العمل ببروجكت، يعني انا مهندس موارد مائيه او اني ثينك يعني عندك فد كونفرنس غيرها يعني ضمن بنر معين انت تريد تشتغل على البرنامج، لازم اساس البرنامج اللي تبدا بيه انت يكون اساس صحيح بالكامل. سو انت اذا اصلا بديت من البدايه واخذت نموذج الارتفاع الرقمي او الطوبوغرافي خطا او بي اخطاء او الدم مالتك خطا، يعني معناها شنو؟ معناها كل النتائج اللي راح تترتب عليه هي نتائج خاطئه، خاصه اذا انت عندك اتجاه انك تفوت او تدخل ضمن السيدمنت هنا، يعني معناها الموضوع راح يكون مو دقيق.
اكو بعض الباحثين يفضلون استخدام موقع ايكوتر ينزلون من عنده الخريطه الطوبوغرافيه اذا هم ساكنين بمثلا امريكا او غيرها، نعم يحصل الموقع الصحيح ويقدر يستخدمه، لكن اذا ذا ساكن ببلد عربي صراحه ما اتوقع يوفروا له يعني مثل ما نقول انه مو الترايل، لانما الموقع اللينك الصحيح وذا تدخل عليه دائما تلقاه يعني خاطئ. فاني من باب يعني وجهه النظر المفروض انه انت اول شيء تسوي كرييت للماب، الماب اقصد يا ماب اللي هو الدم نموذج الارتفاع الرقمي، شلون تروح تحضره بالجي اي اس. طيب دكتور احنا هذا شلون راح نضبطه؟ انا بالقناه سويت لكم بلاي ليست خاصه، هاي البلاي ليست خاصه سميتها هاي البلاي ليست جلوبال ديجيتال اليفيشن موديل، شلون انت تنشئ نموذج ارتفاع رقمي من موقع ناسا باور اللي هو افضل واضبط موقع يعني حاليا وحديث 2021 وممتد يعني ب يعني ديفلوبمنت متطور، ينشأ لك يعني ينشأ لك خريطة ارتفاع رقمي. هذا البلاي ليست تقريبا يحتوي على 4 فيديوهات بالتفصيل من الألف للياء، شلون تدخل للموقع الرئيسي وتسوي ريجستر، تجمع المرئيات، تدخل الشيب فايل إلى أن تنشئ الدم وتسقط الدم حتى وكأن تستخرجها كاستخراج خريطة. فأنصحك تشاهد هذا البلاي ليست حتى ما نرجع عليه، لأن أنا أصلا مسويته ضمن القناة، تدخل على القناة مباشرة على البلاي ليست تلقى هذا البلاي ليست جلوبال ديجيتال اليفيشن موديل هو اللي راح يفيدك والعمل عليه. تمام عيني، هاي ضروري انه تنتبهوا له الخطوة. زين الخطوة اللي بعدها ايش راح تصير؟ الخطوة اللي بعدها راح تصير لذلك العفو يفضل انه تقرا الجلوبال ديجيتال اليفيشن موديل اللي 4 فيديوهات بالكامل تعلمك الخطوات من الالف الى الياء باختيار او عمل بالتفاصيل نموذج الارتفاع الرقمي. المطلوب من عندك ما تدخل على البرنامج هسه يعني على البرنامج الراس ما برفريت، انت تدخل الترينر. فاول خطوه مطلوبه من عندك انه انت تسوي البروجكشن، الست بروجكشن. تمام، فش تدخل على هاي اللي هنا الخيار الثاني، مو فايل لا الخيار الثاني، ايش تختار؟ طبعا بالمناسبه هنا تقدر تسوي اوبن سيف حسب انت هسه من راح نسوي ان شاء الله، تقدر انه تلقائيا تسوي له سيف. هسه نجي على البروجكشن، ست بروجكشن. تمام، تختار هذا الخيار. طبعا راح يطلب من عندك انه انت تدخل له ست بروجكشن بخيار او احنا نسميه السبيشال ريفرنس الخاص بي. شنو معناها؟ معناها انت من راح تستدعي للدم هنا من تختار خيار البروجكت وتقول له انا اسوي لك كرييتر نيو راس ترينر، راح يسويه وتستدعي له انت تدخل الدم، قيمه الدم له. هو يريد يعرف هنا ايش قد الكوردينيت، وبالمناسبه الكوردينيت يريدها بصيغه البي ار جي. فشلون نحضر الست بروجكشن ونستدعيها هنا؟ يعني هسه احنا اذا نروح لهاي الست بروجكشن الموجود هنا، تمام، اذا نروح له نروح مثلا هذا هسه موجود نقول ناست بروجكشن. تمام، هذا الموجود نقدر نلغيه تلقائيا، تعريفه غيره نقدر نلغيه، هذا من دخله. تمام عيني، فشون انت تجيب الست بروجكشن المضبوط؟ منين تجيبه كقيمته بي ار جي؟ شلون انه تحضره كقيمه بي ار جي؟ شلون تسوي على هذه الخطوه تسوي؟ لاحظ ترجع على الجي اي اس خريطتك اللي انت رسمتها مال الدم ووضحتها اني هنا، اذا احد يجي هاي شلون صارت يرجع للبلاي ليست ذن يلقاهن بالكامل. نرجع هسه للجي اي اس حتى احنا ما ناخذ وقت نشرح شلون نكون خريطه بالجي اي اس ضمن البرنامج الهيك راس ونضيعه، وبعدين نخاف احد يحتاجها بغير برنامج يعني تبقى انه محدده ضمن هذا البرنامج. لا، سويت لها البلاي ليست الخاص بها، تروح ترجع تحضرها بالكامل منها. تمام، هسه نرجع للجي اي اس، عندنا هاي الخريطه. هاي الخريطه انا اريد اول شيء اخرجها صيغه تيف صورة anything ما تأثر، وأريد أخرج البروجكشن مالتها الإسقاط المناخي الإسقاط الجغرافي العفو إلها. شنو أسوي؟ أروح على بالمناسبة بدأ أشتغل على الارك جي اي اس، شلون أطلع الإسقاط المناخي؟ أروح على table of content الموجودة بالجانب، أكو هنا أول خيار انطيك اياه layer، تدخل على layer تروح على properties
هاي البروبرتيز نعطيك هو الداتا فريم بروبرتيز، تروح على خيار الكوردينيت سيستم، مو داتا فريم وغيرها، على الكوردينيت سيستم. انت تلقائيا تعلمنا بالخطوات البليز ديش شلون نسقط ونسقط الاسقاطات المناخيه وسوينا الدم، تمام. تروح على هذا الخيار هنا، تروح انت وين هسه احنا شهر الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، انا حسب التسقيط مالتي والقيم مالتي هي ضمن ال WGS 1984، ادخل منها اقولها سيف از، تمام، سيف لياها سيف از، هاي هي مسيبه سيف از. وين اختارها؟ انتبه شنطاك الصيغه النهائيه مال الكوردينيت سيستم مالتها BRJ، فانا هسه راح اكتب قدامها فصيغه، اكتب HAMMER يعني اسم البروجكشن اللي راح اشتغل عليه، فاختار مكان الخزن مالته ضمن هنا، هنا هذا القيمه موجوده، ادا اقول له سيف، تمام، هاي اوكي خلصت. المهم انا سيفته، هسه اروح ارجع لهنا، ارجع هسه استدعي شلون اهم خطوه، خاف احد يقول انا ما اعرف شلون يعني استخرج اسوي اكسبورت للجيوغرافيك، احنا نسميه، احنا شو نسميه؟ نسميه العفو، نسميه ذلك دائما تقول يرمزوا للكوردينيت ريفرنس سيستم، يرمزوا للسي ار اس، مرات تلقى اختصار سي ار اس معناها الكوردينيت ريفرنس سيستم، تمام. عرفت شلون نسوي له يعني اكسبورت؟ هسه نستدعيه منه، نستدعيه منه، انا شنو سميته هنا؟ سميته حمار دبليو جي اس بي ار جي، هذا هو، هاي اهم خطوه تسويها انت، اوكي، اهم خطوه تسويها تقول له ابلاي، تمام. هاي اول خطوه تسويها بالراس مابر اوبجكشن او الاوبشن، تسوي البروجكشن اللي هو الكوردينيت ريفرنس سيستم، تمام. هاي اول خطوه، لان الراس مابر ما نريد نخلص احنا بمثلا بمحاضره واحده، لان شو مثل ما نقول راح انه تصير العمليه صعبه، لذلك لازم خطوه بعد خطوه. فاول خطوه تروح تسويها انه تسوي الخريطه مالتك، استخراج اكسبورت من الجي اي اس او من الكيو جي اي اس، حسب انت تشتغل على الجي اي اس لو على الكيو جي اي اس، تخرج من عندهن البروجكشن، يحتاج هالبرنامج هنا، تقول له ابلاي، بعد ما تقول له ابلاي تقول له اوكي، تمام. هسه راح ننتقل على الخطوه الثانيه اللي هي نستدعي بها الخريطه، تمام، على نفس البروجكشن. تريد تقول له داونلود داتا، احنا ما راح نقول له داونلود، ليش؟ لان احنا اصلا راح نستدعي الخريطه كامله، واني انصح بالطريقه اللي نسويها بالجي اي اس، لان الخرائط راح تجي مضبوطه ومرتبه ويعني معموله بشكل اصولي، مو فقط اي موقع ويب سايت من الانترنت انا اسوي من عنده خريطه دب واستدعيها وخلص هاي هي، لا، احنا نريد يعني انا العمل اللي نحاول ننشره هنا يكون نسبه الاكيورنسي والريزولوشن مالته عالي جدا، يعني اقصد السبيشال ريزولوشن، الدقه المكانيه المفروض للخرائط اللي احنا نستخدمها تكون عالية جدا، ما يصير نستخدم خرائط من أي موقع معين وخلاص هي مجرد تعليم، لا، المفروض تكون دقة بي، لأن هذا الشرح يهم يعني موجه بالدرجة الأولى لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وكذلك الريسيرشر الباحثين وأيضا مستخدمين البرنامج. سو أول خطوة بالست بروجكشن عرفنا شلون هسه نستخرجها نسوي لها اكسبورت من جي اي اس واستخدامها اند يوزنج راس مابر. هاي انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح نكمل الراس مابر، تقريبا الراس مابر يحتاج ما لا يقل عن ممكن 7 إلى 8 محاضرات بالكامل نتناولها حتى ما تبقى بي اي امور ثانيه، وبعد ذلك ننتقل للخطوات الثانيه، فضروري جدا تفهم الراس مابر وتعرف كل تفاصيله. اتمنى محاضره هذا اليوم تكون مفيده، اذا عندكم اي سؤال او استفسار لحد الان بدون تراسلونا، نكمل وياكم إن شاء الله على الفيديوهات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.